السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. أعزائي المتابعين، مثل ما عودناكم ارجعنا لكم بفيديو جديد وقصة جديدة وحكاية جديدة. قصتنا اليوم تتحدث عن فتاة سورية كانت عايشة بأحدى الدول الأجنبية، وحدثت فيها بهالبلاد بهالبلدة بهالدولة هاي أمور غريبة يستغرب لها الإنسان. قصة مؤثرة جدا، فخليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم قناتكم قناة الرعب هيرولكس. هالفتاة هاي بتقول عمري 21 سنة، وراح أخبركم بقصتي اللي صارت معي قبل 6 سنوات، وهالحدث هذا كان علامة فارقة بحياتي، غيرت كثير بشخصيتي لدرجة إني ما تخيلت إني أتغير أو تتغير شخصيتي بهالطريقة نهائيا. بتقول أنا فتاة كأي فتاة، عندي صديقات وبحب مدرستي لأنه فيها صديقاتي مش عشان المدرسة يعني، وكنت مثل كما يقال العقل المدبر والمدير للشلة، وعددهن 7، وكنت مزهوة وفخورة بنفسي ولقدرتي على التأثير على باقي الطالبات بصفي باستثناء الطلاب طبعا. المهم بيوم من الأيام دخلت مديرة المدرسة على صفنا وكان معها طالبة جديدة على المدرسة، انتقلت من مدرسة ثانية لظروف الله أعلم شوية. المهم كانت المديرة تتكلم مع المعلمة، وبعدين قالت إن المديرة هالفتاة هاي جديدة على المدرسة واسمها سيلفانا، عاملوها بلطف عشان تتأقلم معكم بسرعة، وتمنت للطالبة إنها تكون من المجتهدات بالمدرسة، وبعدين تركتها ومشت. وأثناء هذا كله لاحظت نظرات الفتاة لي كانت غريبة جدا، مع إني ما كنت معطيها أي اهتمام، فكل ما درت وجهي عنها ورجعته إلها كانت بتنظر بنفس الطريقة وما يتزحزح نظرها عني إنش واحد، مع العلم إنه ما في أي سابق معرفة إلي مع هالفتاة هاي. وما بخفيكم شعرت بالخوف، ما بعرف ليش، يعني أول مرة بشعر، يعني ما بشعر بالراحة أبدا لوجودها، وخفيت ذلك بابتسامة صفرة. ولما أرادت إنها تجلس بأحد المقاعد وما كان في مقعد خالي نهائيا غير بجنبي، إجت بنظراتها هذيك ووقفت بجنبي ونظرت للطلاب وهي عم بتقول مين بيبادلني مكانه. هون أني شعرت بغضب عارم ورغبة قوية بضربها من شدة غضبي وغيظي منها، شلون يعني مش عارف تقعد عندي. واحدة من الفتيات واسمها فيولنتا وافقت وبادلتها المقعد، فقعدت فيولنتا بالقرب مني وقالت ما عليك منها، هاي فتاة يعني بتبدو عليها غريبة الأطوار. ومع توالي الأيام ازدادت هالفتاة هاي إداء لي بدون سبب، وتقول أقسم إني يعني ما كانت يعني تطيقني، وأصلا أني ما كنت أحبها ولا أعطيها أي اهتمام، كانت على طول متجهمة وبترفض وجودي بأي مكان. إذا باجي عليه أو بروح لعنده وهي موجودة يعني بتغير مكانها مباشرة، أو أكون بمكان ويطلب منها بطلب واحد منها أحدهم أنه تيجي، كانت ترفض بشكل غريب. قررت أني أتكلم معها لكن صديقاتي كانوا بيرفضوا الأمر وبيقولوا أنها ما تستحق الاهتمام أصلا. قلت لهم طبعا مين هي أصلا، هي لا شيء، وضحكنا. لكن بقرارة نفسي ما كان الأمر هيك، كان شيء
عم يدفعني للسؤال بفضول ما شعرت فيه بحياتي. قررت اني اسالها بعيد عن اعين صديقاتي. شجعت نفسي ورحت لعندها وسالتها ليش عم بتعامليني هيك بدون يعني دون عن كل الفتيات. قالت لي وبكل برود ما في مشكله الي معك، انا اصلا ما بعرفك، حتى ما كان بدي اني تكوني صديقتي وما شعرت بالراحه لوجودك. بشعر بشيء يطبق على صدري لما بشوفك. وبمدة لا تتجاوز الشهر استطعت استمالة أعز صديقاتي إلها وصاروا أصدقاء مشتركين فيما بيننا، أصدقاء لعدوتين بدون مبرر. إجت الأيام وراحت الأيام وتعودت على وجودها ورفضها لوجودي، حتى إجى هذاك اليوم اللي بعمري ما بنساه ما دمت حية. كانت السماء عم تمطر بشكل غزير جدا وانقطع التيار الكهربائي بالمدرسة. الإدارة اضطرت لإلغاء باقي الدروس والعمل على عودة الطلاب لبيوتهم عبر الاتصال بأولياء أمورهم عشان يجوا ياخذوا أولادهم، لأنه بهذاك الأيام ما كان مدرستنا يعني وسيلة نقل خاصة للطلاب. وفعلا بدأ أولياء الأمور التوافد لاصطحاب أبنائهم وظل عدد لا بأس فيه ينتظروا أولياء أمورهم. وبعد ساعة واحدة ما ظل غير 16 فتاة بس، والإدارة عم تنتظر إخلاء المدرسة بالكامل عشان كمان هم يرجعوا لبيوتهم. وبكل مرة كان بيجي والد إحدى الطلاب كانوا بيقفزوا فرح أبوي أبوي. كنا بننظر من النوافذ وبنراقب المغادرين على أمل إنه نغادر إحنا كمان. بعد شوي اجى والد سلفانة وشافته من النافذة، لكنها ما كانت سعيدة هالبنت. كانت نظرتها أشبه بنظرة يعني مخيفة لسيارة أبوها، وسيارة أبوها باص صغير مثل اللي بنشوفه بالأفلام، نوافذ أمامية بس والباقي مغلق صندوق. المهم حملت أغراضها مشان تنزل والتفتت لعندنا وقالت سيارة أبوي بتتسع للي بدها تيجي معنا، مين بده يرافقني عشان نوصلها؟ ما لقت أي واحد يرد إلا يعني لأنه الناس تقول إنه أبوي راح يجي، وناس صارت تماطل بالموضوع. يعني في بعض بنات صار يقولن إنه أبوي راح يجي، وفي بعض بنات صار إنه ماطلن يعني ما بقدر بقولن يعني ما بقدر نغادر بدون أبانا. هون نظرة سيفانا لأصدقائنا المشتركين قالت ما بدكم يعني تيجوا معي؟ تردد البعض منهم والبعض صار يتعذر لها وقالت لازم تيجوا معي، احنا أصدقاء وما أو يعني أبائكم ما راح يغضبوا لهكذا أمر يعني. همست إحدى صديقاتي بإذني بدك تيجي معنا؟ قلت لها وأني غضبانة لا طبعا عدوتي شو بدي أطلع معها. قالت طيب اهدي وراح نظل حتى يجي واحد من احنا. وقفت سيلفانا عند الباب وقالت يلا، وبعدين اختارت بكل ثقة جميع صديقاتي السبعة، واقسم انها نظرت الي نفس النظرة اللي نظرتها الي باول يوم الها بالمدرسة. راحوا معها بعد نقاش قصير وبالحاح منها حملوا حقائبهم مستعدين للمغادرة. رجعت بنظراتي للنافذة انتظر ابوي وأدعي إنه يكون تأخيره خير له. وقتها شعرت واحد واقف وراي مباشرة، التفتت وإذ سلفانة قالت لي أنا بعرف يعني إنك ما بتحبي تيجي معنا ونصيحة لا تيجي معنا، ممكن بكرة ما نلتقي. ودارت ظهرها وغادرت. هون بصراحة شعرت بالراحة لأنها مغادرة، بس التفتت إلي مرة ثانية وقتها شعرت بالرعب مرة ثانية مثل المرة الأولى تماما. غادرت المكان وتنهدت وقلت بنفسي أخيرا راحت. وبدأ اللي تبقى منهم يغادر وظليت وحيدة مع الإدارة. وأخيرا إجا أبوي وغادرت المدرسة وكنت بالسيارة بحالة صمت تام أشوف أبوي عم يتكلم بس بدون ما أسمع أي شيء. درت وجهي لزجاج السيارة وصرت أفكر شلون راح أمضي باقي السنة الدراسية مع هاي البنت.
فكرت وفكرت اني اخبر ابوي اني بدي انتقل من هاي المدرسة، لكن بكل مرة كانت توصل الكلمات عند شفافي بعدين بلتزم الصمت كأنه واحد عم يمسك لساني. وصلنا للمنزل اخيرا ورحت لغرفتي عشان ارتاح وابدل ملابسي، وما كنت ابدا اني اقدر اي افتح اي كتاب، وما قدرت اني اكل اصلا. اتظاهرت بالنوم، ووقتها اجت امي عشان تناديني. طلعت من غرفتي المساء، اتناولت وتعشيت مع اهلي ورجعت لغرفتي مرة ثانية، وما كنت كمان اقدر افتح اي كتاب. بعد تفكيري متشابك بصوتها الفتاة ونظراتها، وبتفكيري بكرهي لها او وبكرهها لي. وما بخفيكم كرهت المدرسة وتمنيت انه ما يجي الصبح. ممكن تلاقوني اني ببالغ بردة فعلي، بس لو كان اي واحد منكم لا تصرف مثلي ولا صار حالته مثل حالتي واكثر، واني اصلا كنت متماسكة قدر المستطاع. شعرت بالتعب فرحت لفراشي، واثناء نومي صحيت بمنتصف الليل ما بعرف ليش، يعني بس يعني كأني كنت نايم دهر. ما شعرت بالنعاس مرة ثانية عشان ارجع انام. قعدت بسريري واني ساكتة، وصوت حفيف الاشجار وشدة الرياح برا، وما بدي ان الصبح يجي عشان ما اشوف وجه هذيك البنت. هذا التفكير الوحيد اللي كنت افكر فيه، ما بعرف ليش وشلون رجعت نمت وقتها. امي صحتني وتقول لي يلا قومي الساعة 7:30 شان المدرسة، الطقس افضل وراحت لغيوم، يلا قومي خلنا نوصلك على المدرسة. رفعت راسي عن وسادتي واقسم اني شميت رائحة كريهة جدا. ما بعرف لما قلت لامي شو هالرائحة بتشبه رائحة الموت، وصدقوني ما بعرف ليش قلت هالكلمة وليش شبهت الرائحة برائحة الموت. واقسم اني ما قلت مثل هاي الكلمة من قبل، يعني هاي اول مرة بقولها بحياتي، وخصوصا اني بنت صغيرة. نظرت امي الي باستغراب وقالت ما في رائحة نهائيا، وصارت تشم بارجاء الغرفة وفتحت النافذة وقالت لي ما في اي رائحة، استعدي عشان تروحي للمدرسة ولا تضيعي وقت. استعديت هون اني ببطء وغادرت غرفتي لغرفة الاكل عشان انهي فطوري الصباحي مع العيلة مثل العادة. واثناء تناول الفطور مثل العادة ابوي طلع عشان يجيب الجريدة من الصندوق البريدي المخصص للجريدة. رجع وهو ينظر ناحيتي وينظر لأمي، وقالت أمي شوفي، قال أبوي حادث سير مؤسف لطالبات المدرسة اللي بتروح عليها نفس مدرسة بنتنا يعني. وقفت أمي وقالت بصوت مرتفع، أني ما كنت أشعر وقتها أني عم بنظر إليهم، يعني كنت بس مجرد نظر منظر، ما بك شعر بشي حوالي. قعد ابوي صاير يقرأ الخبر، وعلى ما اذكر واخبار مش دقيقة طالبات مدرسة لقوا حتفهم اثناء مغادرتهم احدى المدارس بحادث اصطدام مروع باحدى الشاحنات اودى بحياتهم جميعا. حصيلة الضحايا من 10 8 طالبات والسائق ووالد احدى الفتيات وسائق الشاحن. ولما انتهى أبوي رمى الصحيفة على الطاولة وهو بحالة صدمة ونظر إلي، التقط الصحيفة مرة ثانية وقال هالبنات هذول أصدقائك يا بنتي؟ نظرت للصحيفة وقرأت أسماء الضحايا، وأذكر إني شعرت بدوار وما شعرت بعديها بأي شيء. ولما صحيت واستعدت وعي لقيت نفسي بأحد المستشفيات، أمي موجودة والحمد لله. قلت لأمي بدي أطلع من هون، وكانت بتنظر للنافذة، التفتت ناحيتي وركضت ناحيتي هي وهي عم تبكي بحرقة، وقالت الحمد لله انك استعدتي وعيك، كنا قلقانين عليك بشكل كبير، انت كويسة حاليا؟ قلت لها انا الحمد لله كويسة كثير، طلعوني منهم. قالت لا لازم تظلي هون يعني بعض من الوقت، ممكن اسبوع او اكثر. قلت لها لا. قالت ما راح تطلعي حتى تتحسني بالكامل، أصابك انهيار عصبي وما راح تطلعي حتى يسمح لك الطبيب. هون ساد الصمت مرة ثانية،
وتذكرت ليش أني هون وشو اللي صار، وسألت أمي أني بحلم ولا فعلا أصدقائي ماتوا. أمي ما قالت أي شيء، بس احتضنت راسي وعرفت وقتها أنه ما كان حلم. قلت لها يا أمي لازم أطلع عشان أروح وأقدم واجب العزاء وأشارك بمراسم الدفن والعزاء. قالت لي يا بنتي اندفنوا من أسبوعين، أنت هون من 18 يوم. مضت الأيام وطلعت من المستشفى ورحت لأهليهم وعزيتهم كلهم وحطيت الزهور على قبورهم، وما رجعت لهذيك المدرسة بعد هذاك اليوم، ورفضت الذهاب لهذيك المدرسة بشدة. نقلني أبوي لمدرسة ثانية بس ما قدرت أني أتجاوز اللي صار. كانت بتيجيني نوبات بكاء شديدة، وجوه صديقاتي ما كانت تبارح نظرتي وين ما ودرت وجهي أو وجهت وجهي أشوفهم قدامي، وسيلفانة اللي كانت تكرهني بينها. غادرنا هذيك الدولة بسبب سوء حالتي النفسية ورجعنا لدمشق. وقتها بدأت نفسيتي تتحسن مع الوقت، وبدأت أتعمق بدراستي وصرت متفوقة فيها، وكنت بهرب من ذاكرتي بالدراسة. تعودت على وجوه جديدة وذاكرة باقية بكل ما تحمل من الماضي، لكنها أقل ألم شوي. الآن بدرس بالجامعة ولله الحمد، وما نسيت وراح أنسى أي شيء يتعلق بهذيك الدولة وشلون اللي صار. بعد زوال الألم النفسي سألت نفسي عدة أسئلة وما لقيت لها جواب. الأول، معقولة سيلفانا أنقذتني من الموت بكرهها إلي؟ والثاني، يعني شلون، يعني شلون لو كنت صديقتها ورحت معها أكيد كنت راح أموت معهم. والثالث، معقولة سيلفانا كانت بتعرف إنها كانت بتنقذني من الموت بتصرفاتها هاي؟ والرابع، معقولة كانت بتشعر باقتراب موتها وبقولها إلي أنت ما راح تحبي إنك تكوني معنا، ممكن بكرة ما راح نلتقي مرة ثانية؟ والخامس والأهم، ليش لما كانت تكرهني بدون سبب وتتحاشاني كأني أحمل مرض معدي وأني حتى بأحلامي ما التقيت فيها؟ هل هي إرادة الله عشان ينجيني من موت لا أفكر فيه ما بفكر فيه، وأخذ درس إلي وفرصة لي عشان أعدل أخطائي؟ بتقول بالختام أني بتأسف على الإطالة وما تدخرت دمعة واحدة بوصفي للي صار معي، وما كنت دقيقة بالكامل لأنه في تفاصيل كثيرة يعني تغضيت عنها عشان الإطالة. سيلفانا هاي الفتاة الرائعة أني بدعو رب العالمين إنه يرحمها ويرحم صديقاتي اللي كان يحبني واللي قضوا معها. اتغيرت وجهتي للحياة وصرت أكثر عقلانية وهدوء وأدب وأخلاق وتميز بدراستي وباختياراتي وبحبي لله وبثقتي فيه، وربما يعني وباللي بخبيه لي، وكل ما اللي بصير معي بقادم الأيام بحمد رب العالمين عليه وبشكره. وكان هذا اللي صار درس ربما شديد القسوة وشديد الألم، لكن الحمد لله. أعزائي المتابعين، لهون انتهت حكايتنا. إن شاء الله تكون حاسس على إعجابكم. ياريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الإعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.